ايه الاخبار؟ هتلر لسه مصحيش ولا ايه؟ بابا هو مش هتلر ده مات في الحرب خلاص؟ اه يا حبيبتي، بس عالجوه ورجع تاني. يعني يا عادل فهمني بقى، هو عريسي ده هيفضل هتلر كده على طول؟ انا زهقت. سيبيه زي ما هو، يعمل اللي هو عايزه لغايه ما يرجع شادي تاني. انا ما كنتش اعرف انه هيطلع مناخوريا للدرجه دي. بقولك ايه، انا هخلعه، هرفع عليه قضيه خلع واتخلص منه. هتلر ابن ام هتلر ده. ايه ده هتلر قلب هندي، قصدي غاندي. صباح الخير يا غاندي يا ابني. تحب تفطر ايه؟ نفسك في ايه يا سيدي؟ اعملي له بقى زلومه مسلوقه، هم ده بيحبوك افطار، يعني الزلومه كامله كده بقى. لا، انا اريد القليل من الماء مع بعض ذرات من الملح. يا سلام، ما بعد ذرات من الملح، ميه وملح عشان الضغط يعني. اعملي له بقى بتنجانيه مخلله في نص رغيف. ما هذه الملابس العجيبه التي ترتدونها؟ لا، انا يجب ان اترك هذا الكوخ. ماما عادل، الحقوا يا عادل، مش عايزة عريس بنتي يروح الهند. استنى يا استا غاندي، استنى بسرعة يا عادل. غاندي بس هاتوا. اليوم لابد أن نحتفل بخروج الإنجليز من الهند. هو النهاردة يعتبر عيد الجلاء الهندي يعني ولا إيه؟ إيه ده؟ هما في الهند عندهم قناه السويس بتاعتنا؟ لا مش بتاعتنا، هما عندهم بتاعتهم، هما بيمشي فيها بقى افيال شايله مراكب خشب. كفاح المجاهدين هي سبب خروج الانجليز من الهند. ماما ماما ايوه ماما. ايه هو هيفضل يرغي كده كتير يا ماما؟ امتى هيرجع لبناني عشان نتجوز بقى ونخلص؟ احنا قعدنا في الهند كتير قوي. يا بنت يا عبيطه يا هبله، سيبيه في الهند شويه لغايه ما تجيب لك شويه حرير هندي. عادل، انا عايزاه يجيب لي ربع كيلو فلفل هندي. ربع بس يا ماما؟ ده ربع فلفل هندي وفلفل اسود وفلفل رومي والاخضر الرفيع الحراق اللي بيوجع ده، وهخليه يكتب كل الفلفل ده في القايمه. فكرتني بالقايمه، عايزينه يكتب قايمه قبل ما يفلسع. روح هاتي لي ورقه وقلم بسرعه. يا حماتي بليز، ارجوكي حماتي، هما ما بيكتبوش القايمه في ورقه وقلم زي ما احنا بنعمل. سلام، امال بيكتبوها على ايه؟ بيكتبوها يا ستي على جلد تمساح وعلى جلد نمر وعلى جلد تعبان. يكتبوها زي ما يكتبوها، المهم ان سناء تتجوز. ايوه. ايه ده نام. ايه نام؟ استغندي استغندي. سوف ارتاح قليلا في الكوخ ومن ثم اعود. من ثم؟ يا حلاوه من ثم دي. امتى بقى؟ ايه الاخبار؟ عجبكم العريس؟ عجبك يا ماما؟ عجبني. هندي ان شاء الله يا رب يكون منغولي، المهم ان سناء تتجوز والبيت يفضى علينا بقى ونرتاح. امتى بقى احط العلامه البطحه الحمراء دي زي اللي رانيا حطاها ما بين حاجبيا كده؟ امتى بقى وابقى مدام غاندي، انديرا غاندي؟ امتى؟ ايه ده غاندي شابلن. ده اخويا شابلن. ايه ده يا استاذ زولا، هو انت ليك اخوات ولاد؟ ايوه يا سيدي، ليا اخ بس من ام تانيه، انا اتولدت في مصر وهو اتولد في السينما. ايه ده، هو اتولد في السينما؟ خلاص هو اتولد مره واحده في السينما. ايه هيعمل 500 مشهد؟ ده اتولد في السينما، اتولد في السينما. الحق عادل، ده بيلعب افلام. لا يا اخي مش بيلعب افلام، هو بس ايه بيمثل ايام السينما الصامته يعني، ما بيتكلمش. ايه ده يا استاذ دوله، هو شارلي شابلن ده ما بيتكلمش خالص؟ بيتكلم بس في الاذاعه بس يعني، مش في اي حته، عشان حادثه حصلت له يعني. طب ايه اللي حصل له يعني؟ ما فيش، كان راكب عجله هو وصاحبه كاستيلو، عارفينه؟ لا. هو وصاحبه ده، وبعدين راحت العجله خبطت في طوبه، راح نزل في الطين، الفانيلا اتغير يعني، بتاع اربع مشاكل كده. كان فيلم قصير يعني، استنوا بس ما نشوف عايز ايه. كل ده حصل له مره واحده خلاص. بيسأل على اصحابه يعني، لوريل وهاردي. طب انت عرفت ازاي يا عادل؟ ما كانت مكتوبه على الشاشه، بص على الشاشه وانت تفهم. صح. ايه ده
ايه ده؟ لا 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 يا شابلن، يا شابلن عيب. ايه عايز ايه؟ ما كتبتش على الشاشة. بيلاغي الحريم الزباين اللي هنا يا ابني في المطعم. وبعدين يا عادل، الراجل ده هيثبت امتى على شخصيه عشان يتجوز اختك؟ يا ماما سيبيه يمثل اللي هو عايزه، المهم يخلص وان شاء الله نعمل لهم الفرح بتاعهم في الاستوديو. اه يا خوفي، لا يتقمص شخصيه مصاص الدماء يصحى علينا بالليل واحنا نايمين يخش يمص دمنا ويفطسنا. ايه الخيال العلمي اللي انت بتتكلمي فيه ده يا رانيا؟ مصاص دماء ايه ده؟ انت لو ناموسه قرصتك بالليل بتقومي مفزوعه، فما بالك بقى بمصاص دماء؟ كلنا يعني هيقعد يمص دمنا ومش هنحس. ايه الشخصيه بقى اللي السلعريس هيعملها جديده عشان ما تفاجئش؟ والله كله موجود في الجدول. نشوف كده اهو. اول امبارح كان عامل هولاك، ولما خد الكراريس بتاعه سناء وحطها في البانيو وخلى الخيل بتاعته وتعدى من عليها، ومسك الكتب يا عيني بتاعه ياسمين الغلبانه دي، افتكرها الكتب جايه من مكتبه بتاعه بغداد وراح حرقها. اللي انت بتقول ده يا عادل، ده ما كانش عامل كده، ده كان يوميها عامل الكسندر الاكبر لما ملى البيت وفرش ورمله علشان قال ايه يبني الكسندريا. عبيطه خالص وعايز يستلزمك. ايوه بس يا جماعه من حقه، يا جماعه ما هو الاسكندر الاكبر ده هو اللي اخترع المصيف، من حقه طبعا. انا يا عادل بقى عجبني جدا جدا لما كان عامل سو رومانتك يا ربي، وعامل الشخصيه بتاعه بيتهوفن الطرشان وقاعد يلعب البيانو. واو بيتهوفن بيتهوفن بيتهوفن. ايوه بيتهوفن. انت عبيطه خالص، انت مش عارفك بيتهوفن. انت شخصيا ما تعرفيش مين هو بيتهوفن. يا ماما ولا عمرك سمعت يا حماتي؟ يا حماتي ماما ما تعرفش بيتهوفن. يا حماتي هتعرف بيتهوفن منين؟ ماما اخرها بيت العز يا بيتنا. انا بقى اكتر حاجه عجبتني لما عمل شخصيه احمد عرابي في جامعه الدول العربيه، قال يعني بقى بيعمل شوبينج. وساعتها قالوا بقى ان الحساب عند الخديوي توفيق وكانوا حته علقه. فكرنيش ما تفكرنيش. Je suis l'empereur Napoléon Bonaparte. Oh monsieur Napoléon chéri, tu parles le français comme moi? Oui. يا جماعة صح، أنا افتكرت النهاردة معادنا بليون. يلا ليبر. Oui monsieur. Oui monsieur Napoléon. Qu'est-ce qu'il y a en Égypte, Kliber? Trois petits cochons. بيحصل ايه في مصر كليبر؟ والله الواد سليمان الحلبي مطلع عيني حضرتك وعامل لي قلق كتير جدا، وبعدين لدرجة انه هددني انه هو يغزني في ظهري. يعني سيفو لي مهزة كليبر، مش عامل لي نفسك شخصية في مصر. وعلي امال الخوازيق اللي استوردناها من فرنسا عملت بيها ايه؟ صراحة احنا اتزنقنا في الاكل بتاع الخيل، بعنا الخوازيق في وكالة البلح وجبنا لهم شوية برسيم ودور عويجة. اتصل في خارجية عشان يستوردوا خوازيق من المانيا. من المانيا؟ ها وي، دي تبقى خوازيق سليمة جامدة جدا. Je veux voir la télé, Kliber. Why? عايز اتفرج على التلفزيون كليبر. Oui. My doctor, la remote control, ياسمين، جاسمين. Merci, thank you. يعني حضرتك تحب القناة الفرنسية ولا حضرتك تحب تشوف النشرة الفرنسية؟ No. Je veux voir le match entre Hollande et la France. عايز اشوف تيري أونري حط الجول ازاي. تري جاب الجون بايده حضرتك، دي احنا شفناها في الاعاده. مسيو نابليون اتفضل. سي كوا سا؟ حاج الرشيد ان شاء الله. واكتشفوه فين ده؟ في شارع شامبليون. عند يوسف شاهينيون. عادل حموت. عادل انا هتجوز امتى يا عادل؟ الحمله الفرنسيه امتى هتنزحم مصر وتغور؟ لما كليبر يموت ان شاء الله. طب ما تموتش يا كليبر وتخلصني بقى عشان اتجوز. حتى لو مت مش هتتجوزيه برضو. ليه؟ اهو جي سوي.